أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله سبحانه وتعالى يا إخوتي في سورة فاطر يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله يخاطب الناس جميعا ليس فقط المؤمنين وينبههم إلى حقيقة واقعة أن وعد الله آت لا ريب فيه وأن كل من هو مخلوق فهو سوف يموت وسوف ترجع نفسه إلى الله ليحاسبها. أما ذلك اليوم متى يأتي فلا أحد منا يدري متى يأتي، كل منا لا يدري. قبل أن آتي اليوم إلى الصلاة أرسلت لي أخت كريمة تخبرني أن شابا صحيحا معافا أصيب فجأة بنزف دماغي، نزف دماغي يخطر على حياته، وسألتنا أن ندعو الله له، نسأل الله له الشفاء التام العاجل يا الله. إذن لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كيف يغرك بالله الغرور؟ الغرور يغرك حين تظن أنك سوف تحيا إلى الأبد. أنت صحيح فلن تمرض، أنت غني فلن تفقر، أنت قوي فلن تضعف، وهذا لا يصح أبدا في هذه المخلوقات العاجزة. كلنا سوف نموت وكلنا سوف نضعف وكلنا سوف نعود إلى الله ليحاسبنا. فما الذي هذا الشيطان الذي يغر الإنسان بزخرف الحياة الدنيا بالمال والدولار والذهب والبيوت والبيتكوين وغيرها من هذه الأشياء الدنيا زخرف الحياة الدنيا؟ إن الشيطان لكم عدو، الله يحذرنا منه، فاتخذوه عدوا. كيف تتخذه عدوا؟ عندما تعرف أن هناك عدو لك ما الذي تفعله؟ تكون حذر، تكون دائما متيقظ حتى لا يوقعك في الشرك، في الشرك الذي يودي بك إلى الهلاك. هكذا يكون الإنسان باتخاذه للشيطان عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يمني أتباعه يقول تعالوا دنيا حلوة ممتعة، نساء، خمر، مخدرات، ظلم واستبداد وقتل. ثم بعد ذلك يمسك بيدهم فيقودهم إلى أين؟ يقودهم إلى جهنم، إلى عذاب السعير. نعم، إن الذين كفروا لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد يا إخوتي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. بعض الناس يظن أنه يعمل الجيد ويريد أن يبني مستقبله، يريد أن يبني مستقبل أولاده فيطعمهم المال الحرام والشيطان يزين له عمله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات
إن الله عليم ما يصنعون. الله يعلم كل ما تضع ذات حمل حملا وما وتقع ورقة من السماء ولا ترف عين ولا يغمض جفن ولا ينبض قلب إلا الله سبحانه وتعالى يعلمه. نعم، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسل الحياة إلى بلاد المسلمين ويسقيها غيثا. يا الله يا أكرم الأكرمين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومأكر أولئك هو يبور. الكلم الطيب والعمل الصالح. إذن خلاصة الخطبة يا إخوتي، لا تغرنك هذه الحياة الدنيا فهي الزائلة وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لا تدع الشيطان يزخرف لك ويحرفك ليأخذك إلى السعير، واعلم أن هذه الدنيا هي ما تحصله أنت بكلامك الطيب وعملك الصالح، لأن الله يعلم ما نصنع. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المستغفرين، فاستغفروا ويغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لوب بريس تكمل الله بالا نسهره ديت البير بي الله ببيدر ان فلوط لسه بشاكر وقت الفكتوس دي الله فرن دي ونده يبورا خيلا فرن دي ونده يبورا هندلين دين سوم دو ويق ليدر الله كان ingen ليدا ويلسه دين سوم دو لوتر غو ويلسه كان ingen ويق ليدا. Vi vittnar att det finns ingen gudom utom dig Allah. Vi vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är din sändebud och profet. Frid vare över honom. Ära de muslimer, jag omanar dig själv. Och är att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah som säger i surat Fatir. Allah säger ett budskap till alla mänskligheten. Allah säger till människorna. Bli inte lurade av den här dunia. حياه الدنيا ليفت ده ليفت ليفت ان الدنيا ان ده بريودن سون في ليفر من فرون فرون فدلسن تيل دودن لوت انت دنيا طائر فرون الله سبحانه وتعالى طائر فرون ات اوبفطا وا اي ده وادت هو ميك اي وادن هاي الدنيا هو ميك اسكا ساتسا اي دنيا هو ميك اسكا ساتسا اي اخره اخره سوم اي دي ايفيغا ليفت افتر دتا بلي انت لورا دي وترور. Vi är friska, vi kommer aldrig bli sjuka. Vi är starka, vi kommer aldrig bli svaga. Vi är rika, vi kommer aldrig bli fattiga. Det stämmer inte. Vi blir äldre, vi blir gamla, vi blir svagare. Vi kommer dö. Ingen människa har levt för evigt och kommer leva för evigt. Det är bara Allah subhanahu wa ta'ala som är evig. Det är därför ni måste vara vakna. Och fatta en sak också som Allah säger. Shaitan, Satan. Djävulen är ert fiende. Han hatar Adam. Han hatar Adams söner som är ni och Adams döttrar. Han hela tiden försöker lura människor. Varför? Han säger till människor, kom. Så tar han med dem till sitt tåg. Lurar dem i dunia. Säger dunia är gott. Smaka. Droger, alkohol, våld, kvinnor, pengar, dollar, dunia. Och sen han skrattar och tar dem med sig till Jahannam. Alla som följer med honom som ett tåg hamnar i Jahannam. Medan de som tror på Allah subhanahu wa ta'ala och de som gör goda gärningar kommer Allah att förlåta dem. Kommer Allah att ge dem stor belöning. Allah subhanahu wa ta'ala ver varenda sak som vi gör. Varenda sak. Och Allah subhanahu wa ta'ala, vi kommer att se vad det som vi har gjort. Det är därför vi ska satsa alltid på att säga fina ord. Al-Kalim al-Tayyib. والعمل الصالح فينا بودا يامنا ساتسا بودي فودي سوم ني كومر هيتا هوس الله سبحانه وتعالى سوم ني كومر تيل الله ببير الله سبحانه وتعالى فلوطا وسندر. اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا جميعها. اغفر لنا ذنوبنا جميعها. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. اللهم أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا.
اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالثلج والماء والبرد. اللهم اغسلنا من ذنوبنا كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن المسلمين في بورما وفي بنغلاديش وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل وفي الصين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جليلا. اللهم أعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر.